يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا دعوت الناس اليوم إلى التوحيد وترك الشرك قد ينفرون منك لجهلهم، ولكن قد إيش؟ قد ينفرون منك لجهلهم، ولكن إذا دعوتهم إلى فضائل الأعمال والترغيب في محاسن الدين فإنهم يستجيبون لك، ويكون هذا وسيلة إلى دعوتهم إلى التوحيد وإنكار الشرك عليهم. ما رأيكم بهذا القول؟ يا أخي ما تنفع الأعمال مع وجود الشرك، الأعمال ما تنفع مع وجود الشرك، كما أنك تقيم بنا على غير أساس ما يصلح، لا بد أن تقيم الأساس أولا ثم تبني عليه الأعمال. ودعوة الناس إلى التوحيد تكون بالحكمة، موعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. النبي ما جاء يدعو الناس أول الأمر إلى ترك الربا وترك الزنا والصلاة والصيام، ولم يذكر التوحيد، بل بدأ بالتوحيد. الرسل كلهم يبدأون بالتوحيد، يعني أنت واحد تبي تخالف الرسل كلهم تنشي طريقة للدعوة من عندك؟ هذا غلط كبير. ولذلك فشلت الدعوات، الغالب على الدعوات الآن أنها فشلت، إلا دعوة التوحيد إنها نجحت ولله الحمد، هذا شيء واضح. نعم.